الله على الجدول سمعت الكرم. بان شي معجبه مالا كان عندها بزاف ديال الجدول الكرم وعطاتك شي كادو طوموبيل كات كات. واش فري هذه القضيه؟ هذه قريناها في لا بزاف ديال لا لا المواقع الالكترونيه. الاشاعه كبرات بزاف وما عندها حتى علاقه بالواقع. اقرا لا والله الا حقيقه هي هذه. انا قال لي شافوك تتخلص الضريبه الفاتوره، شافوك تتخلص الفاتوره. هذيك سميتو داك السياره بالذات انا بغيتها من شحال هذه، تنفكر اني تنحلم انا ناخذها، عزيز عليا ديك السيارات. وصافي فاش مشيت بغيت زعما تنتفاهم مع الناس وتنشوف كيفاش يديروا معايا في الكريدي والمسائل والمسائل. وقع ان صوروني الناس وصحابهم، واحد السيده جات قالت لي واحده من المعجبات تماك تصوروا معايا وتقول لي السير هذا ونشريوها لك الطوموبيل اللي كانت عزيز عليك. وتخرج الاشاعه ما كاين حتى حاجه من تما، خرجت الاشاعه ما كاين حتى حاجه. وسمعت بين السيده، سمعت بين السيده اللي خرجوا الصوره ديالها انسانه مجوجه. داروا مشكله للسيده، داروا لها مشكل و طبعا هذه هي المشكله. انا ما شفتش هذيك، كي خرجت الاشاعه وبقات تدور بديك الطريقه. شنو اغرب اشاعه جاتك جميله؟ انا؟ انا قالوا انني متهمه بالقتل. الله ينجينا وينجيكم. والله العظيم واحد ناض كتب ان جميله متهمه بالقتل وتعرضت للقتل شي حاجه بحال هكذايا، ودارنا طبعا تخلعوا عليا وشحال من وانا ما سايقه للدنيا خبار. انا كنت ناعسه في داري، حتى نط قالوا لي راه قراو في الانترنت يعني في الفيسبوك ولا ما عرفتش فين. خطير هذا الفنان، دائما معرض للاشاعات. هذه الاشاعات صعب في الخليج للاسف. يعني هذا الصحفي كنعرفوا مزيان و... لا في المغرب ولا في الخليج؟ في الخليج، في الخليج ماشي هنا. ممكن كان المقصد ديالو ما يكونش يعني انه يأذيني اكثر ما انه يدير بوز ولا شي حاجه. ولكن بحال هاد الاشاعات شويه كيكونوا صعاب تاثروا، حيت الناس وصلك شي مره شي كادو من عند المعجبين مثلا، شي معجب ولا معجبه؟ عادي. ما شنو احسن كادو وصلك؟ شحال من حاجه كيجيوني كادويات. ساعه، ايه ساعتين، ساعتين ثلاثه السوايع، ثلاثه السوايع حياتي. هي اروع يعني احسن كادو جاك تقريبا؟ طوموبيل. طوموبيل؟ ايوا انا ما جاتنيش الطوموبيل. طوموبيل واش هو؟ انا شحال من كنضرب تماره عمر ما جاني تابورت كليني. نجيبو لك. انا جاوني الورود. تحيه للمعجبين اللي دائما معانا طبعا، هما السند ديالنا، هما اللي كيخليونا اننا دائما نعطيو، لان بهم باش حنا موجودين. انا اغلى حاجه وصلتني هي ريحه سلسلة من العطور فيها سميتي وفيها هادي من معجبة كويتية، واحد السيدة طبعا صيفطت لي هذه الهدية الجميلة جدا، وكنت يعني جد قيمة. لوجيستيكونت صراحة، يعني لو تجيك أي حاجة بسيطة كتعني طبعا.